مساء الخير شباب قنع لا خير فيهم وبورك في الشباب الطامحين بيت للشاعر أحمد شوقي وبورك حقا بالشباب لكننا نسمع صراخا هو صراخ الشباب العربي الشباب العربي يصرخ فهل تسمعون هل تسمعنا الشباب الخليجي مشحون بالطاقات فهل ترون الشباب الكويتي يبادر فهل تهتمون؟ هل تهتمون؟ هل تهتمون ايها العرب بالشباب السعودي والاماراتي والاردني واللبناني والفلسطيني والسوري والمصري والكويتي؟ ماذا عن الوطن والهويه في قواميس كل هؤلاء الشباب؟ ما هو دور وزارات الشباب في عالمنا العربي؟ ما هو دور التطوع؟ وماذا يعني ان يكون 75% من مواطني العالم العربي شباب؟ هل هذا نذير انفجار ام حيويه؟ نريد اجوبه نريد حلولا نريد ان ينظر شبابنا العربي الى الشمس ويبتسمون. اصدقائي المشاهدين اهلا بكم. نرحب بثلاث سيدات يتمتعن بطاقه نضاليه عاليه. وبجمال طبعا وفير وبإصرار هائل على النهوض بجيل الشباب والمضي إلى الأمام لماذا ثلاث نساء لأن عالمنا العربي بات يحتاج إلى حب أكبر أهلا وسهلا فيكن أهلا بكن وكيل وزارة الدولة لشؤون الشباب الشيخة الزين الصباح الأستاذة فارعه السقاف مديره مؤسسه لوياك والاستاذه الجامعيه الناشطه في مجال حقوق المراه الدكتوره عنود الشارخ نبدا معك يا شيخه زين الصباح انت شابه وتمسكين منذ ثلاث سنوات بمنصب وكيل وزاره الدوله لشؤون الشباب هل يمكن ان نحسم منذ البدايه ونقول ان دوله الكويت تاكدت أن أكثر من يفهم الشباب هم الشباب بسم الله الرحمن الرحيم نعم نقدر أن نقول هذا الشيء من تأسيس وزارة الدولة الشباب وإحنا نعلم بأهمية دور إشراك الشباب بإدارة واقعهم وسياقة مستقبلهم وجدت وزارة اليوم معنية بالشباب نتيجة صرخة المجتمع الشبابي أه هم اللي طلبوا واحنا اللي لبينا احتياجهم هذا. أه اليوم احنا متواجدين منهم أه ولاجلهم أه وزاره أه شبابيه بامتياز معدل اعمار العاملين فيها 27 سنه. أه يعني انا اعتبر يمكن من اكبر الكوادر اللي موجوده داخل الوزاره سنا. أه فاليوم لما نقول ان الكويت سمعت نعم سمعت ولبت. أشير إلى أن وزارة الدولة لشؤون الشباب في الكويت تأسست في 26 يناير من العام 2013 بدعم من أمير الكويت الشيخ الصباح الأحمد الجابر الصباح ومرسوم أميري حمل الرقم 8 على 2013 أصبح في الكويت يوما للشباب هو عيد الشباب الكويتي وهذه السنة في مارس المنصرم احتفلتم للمره الاولى بهذا اليوم، بهذا العيد. ما هو البعد الاستراتيجي التكتيكي للوزاره من انشاء هكذا يوم وهكذا عيد. طبعا مهم ان نقول ان اليوم شباب الكويت يشكلون 72% من الشعب. فلما نتكلم عن وزاره معنيه فيهم احنا نسميها وزاره الدوله شؤون الشباب، لكن هي دائما نقول ان هي وزاره الكويت. فهي متمثل جميع الشعب الكويتي اليوم بجميع اشكاله وانواعه امانه فالفكر اليوم ان نجيد لهم يوم نحتفل فيهم هو احتفال الكويت واللي مستقبل الكويت لان احنا نرى ب من خلال تلك الشباب قاعد نشوف جيل تاسيسي جديد راح يعيد تاسيس الكويت على عناصر معايير عالميه ان شاء الله طبعا في يوم 13/3 احتفلنا في جائزه التميز والابداع للشباب الكويتي كذلك ووضعناهم على ابراج الكويت لان هذا مكانهم امانه مكانهم باعلى مكان واعلى نصاب بالدوله اللي هو ابراج الكويت فدائما ننظر لشبابنا كالكنز والارث الاصيل لديرتنا الحبيبه وننظر لاشراكهم بجميع الامور اللي تعني بتنميه وتطوير البلد. دكتور عنود الشارق خير صحيح أنه أفضل من يفهم الشباب هم الشباب بلا شك واليوم الشباب مو محتاجين أن أحد يكون رسولهم أو سفير يتحدث بلسانهم مع التواصل الاجتماعي والتكنولوجيا أصبح الشباب قادر أن يعبر على نفسه وقبل لا يكون يقدر يعبر عن نفسه في التكنولوجيا فالشوارع مفتوحة والسبل التعبير عن الذات وسبل الإبداع للشباب متوفرة في الكويت وفي الوطن العربي أنا أعتقد أن إحنا لازم ننتبه أن العالم بأكمله قاعد يمر في موجة شبابية اليوم نسبة الشباب بالعالم 25% من سكان الكرة الأرضية هذه أعلى نسبة في التاريخ المذكور فالعالم كله قاعد يواجه مشكلة التعامل مع الشباب والتفاهم معهم مو بس الوطن العربي والكويت السيدة فريع الثقاف قبل أن توجد وزارة الشباب في الكويت ساهمتي مع نساء ناشطات نعم. بعيد احداث 11 سبتمبر من العام 2000 في انشاء لوياك نعم. وشعار لوياك هو غدنا بيدنا اور فيوتشر از ان اور هاندز لماذا لوياك؟ أه هو مثل ما انت تفضلت بعد احداث سبتمبر بالذات احنا كنا نرى ونتلمس بان هناك وحش قادم الينا في المنطقه وهو وحش الارهاب والتطرف وكنا نشعر بأن هناك فراغ كبير للأسف كان في المجتمع خصوصا في المجتمع الكويتي أنا أتكلم لم تبادر أي جهة بأن هي تملأها وخصوصا بالنسبة لفئة الشباب فئة الشباب كانت ما عندها خيارات لم يكن لديها أي خيار في, في ذاك الوقت بعد أحداث سبتمبر بالنظرة العامة إحنا وجدنا بأن اذا لم نوفر للشباب خيارات ذكيه تخاطب عقولهم، تخاطب عواطفهم، تخاطب ارواحهم، تخاطب اجسادهم ابدانهم بالشكل المطلوب، خيارات فعلا ذكيه احنا راح نفقد شبابنا وندفع و... بهم الى التطرف والانحراف. لذلك ارتئينا بان احنا علينا مسؤوليه مجتمعيه لم ننتظر من الدوله ان هي تبادر، بادرنا نحن مجموعه من السيدات وقمنا بهذا الدور بان احنا بدانا نخلق برامج وفقا لرؤيه متمسكين فيها وهي شباب مستنير من اجل السلام والرخاء ونحن لم نحدد ونقول شباب كويتي لاننا كنا منذ البدايه نرى بان دورنا يمتد للوطن العربي كله. العنود الشارخ تتحدرين من عائلة لا تقبل بالاضطهاد لا لها ولا سواها سؤالي هل الشباب العربي اليوم يعاني لجهة الأفكار الجامدة التي يحاول من سبقهم تعميمها عليهم من شكل من أشكال الاضطهاد التربوي الفكري أه ما أدري والله إذا نقدر نسميه اضطهاد ريكاردو بس اكيد اعتقد الجيل الذي سبقنا وسبق شباب اليوم جيل ما بعد الاستعمار فعنده قلق شويه من ناحيه الهويه فيتمسك في قالب ضيق للهويه العربيه والهويه الاسلاميه مثلا الذي ترفض انواع من التعدديه وترفض انواع من العالميه اليوم نحن مجتمعات ليست فقط عربيه أو خليجية أو كويتية، نحن جزء من عالم أصبح مصغر من الجلوبال القرية العالمية، إي نعم فاليوم أنا شايفة أن الشباب تحرر من هذا القلق الهوية، الشباب اليوم قادر أن يكون كويتي لكن هو يفسر هويته بحد ذاته فحتى لو مثلا المناهج التربوية اخفقت من هالناحيه، اخفقت من ناحيه ان تنتج جيل قد يكون صالح للاختلاط مع هذه العوالم المصغره ويقبل التعدديه الفكريه، الشباب نفسهم بسبب التواصل، بسبب الاعلام، بسبب التطور، وبسبب ارتياحهم مع هويه تقبل التلون اكثر. اعود اليك شيخه غيرتم نمط العمل الحكومي في وزاره الشباب، تعملون على تبني افكار الشباب اليوم، كم وجدتم في طروحات وافكار الشباب هو مع افكار الاجيال السابقه. طبعا يعني مهم جدا انه قبل نتكلم أن عن افكار الشباب، نظرنا للشباب كامكانيات وطاقات وقدرات يجب الاستثمار فيهم ومثل ما يتم الاستثمار فيهم يجب اعاده هم يستثمرون بدولتهم فالفكر اليوم مقارنة بالأجيال السابقة قاعد نرى جيل ريادي مبتكر مبدع وشريك بعملية التنمية اللي نتمنى أن نشوفها تكون تنمية مستدامة اليوم الشباب الكويتي من خلال إشراكهم في عمليات التطوير بداوا ان يرسمون مساحات افتراضيه وحقيقيه ابداعيه وعلميه بجميع مجالات ومفهوم الابداع والعلم اليوم وزاره الشباب احتضنت طبعا اكثر من وسبعين مبادره شبابيه خلال تقريبا احنا صح صار لنا ثلاث سنوات من انشائنا لكن تقريبا صار لنا سنه وتسعه اشهر من عمليات البدء بالعمليات ف370 مبادره عدد المستفيدين من مشاريع وبرامج الوزاره وصلنا تقريبا الى 50 الف شاب وشابه كويتي من عفوا كويتيين ومواطنين مقيمين على هذه الارض الطيبه وكذلك بجهود الشباب اللي داخل الوزاره قدرنا ان نجيد منصات وسياسات تكامليه لاشراك الشباب باتخاذ القرارات، اليوم احنا قاعدين نعد سياسه وطنيه متكامله مبنيه على المراحل العمريه، وكلها مبنيه كذلك على مفهوم ومنظور التنميه الشبابيه الايجابيه، نرى الشباب ك مو كمشاكل لازم تنحل، لان احنا للاسف الشديد قاعدين نرى ان العالم مو بس العالم العربي العالم ككل أحيانا ينظر إلى الشباب ك ضحايا، ضحايا لبيئتهم الاقتصادية أو الاجتماعية، ولذلك يهدف إلى يعني الوقاية، وغايتهم أو حمايتهم من هذه الظروف. في بعض الشعوب للأسف تنظر للشباب كمصدر خطر أو قلق فتحاول تحد من الشباب. احنا بالكويت ننظر للشباب كمصدر طاقة وأمل فرع الثقاف موضوع شائك طبعا برأيك أنت ماذا يريد الشباب في عالم ملبد في عالم مليء بأفكار مسبقة محاولات حثيثة لجر هؤلاء الشباب إلى التطرف إلى العنف إلى التدين وإلى عدم قبول الآخر موضوع الهوية هو أنت شنو علمت أبنائك سواء في المدارس أو في التلقين اللي ياخذ الطفل من صغره بأنه قد تكون هويته مرتبطة جدا ضئيلة أو جدا محدودة اليوم مثل ما تفضلت العنود تكلمت عن الجلوبال أو القرية العالمية كلنا جزء من الآخر الشاب صار ذكي لم يعد يستوعب بانه هو فقط محدد بدين او بهويه ارض فقط جنسيه او بهويه يشعر بانه هو جزء من شيء اكبر من ذلك وهذا حقيقه هذه حقيقه يدركها الانسان لما يعمل في مجال التطوعي اللحظه اللي انت تنزل وتتطوع تشعر بانك جزء من الانسان في اي مكان اخر يشبهك انسان اخر سواء في الهند او في كينيا او في اي مكان انسانيتك اكبر بكثير من جغرافيا انسانيتك اكبر بكثير من دين انسانيتك اكبر بكثير او معتقد الانسانيه هي الاساس هي منطلق هويه الانسان اذا تخلى عنها وتمسك بالشيء الصغير هو قتل نفسه بنفسه هنا تظهر السرطانات السرطانات سببها اللي في جسم الـ 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 الوطن العربي سببها ضيق الهوية ضيق تعريف مفهوم الهوية أو مفهوم الانتماء إذا لم يفهم الطفل أو الإنسان بأن المواطنة أو الهوية تبدأ من انتماء لإنسانيته من انتماء لـ لـ للكون كله من احترام للشخص الآخر من الأخلاق الأخلاق لا تحتاج إلى دين ليش؟ قبل نزول كل الأديان البشر ما كان عندهم أخلاق وإلا كيف صنعوا هذه الحضارات والأديان جاءت نتيجة محصلة فلاسفة وحضارات جاءت قبل ذلك ولذلك التقيد أو, أو تحديد مفهوم, مفهوم أو مواطنة الإنسان أو مواطنة الخليجي أو الكويتي أو إن كان المصري أو اللبناني أنا مصري أنا لبناني أنا ما أعرفش إيش أنا إنسان أولا أولا أنا إنسان أنتمي لإنسانيتي حين نقول شباب نقصد شابات وشباب لكن يبدو أن التحديات لا تزال تهدد الشابات في المجتمعات العربية المختلفة كثيرة جداً وهي تزيد عن تلك التي تواجه الشباب الذكور ما رأيك عنود الشارخ وأنت ممن آمن بقدرات المرأة العربية ودفعوا عنها أنا أعتقد أن يعني تمكين المرأة لا ما نقدر نتوقع أنه يصبح حقيقة فعليا نراها في مناصب قيادية نراها محمية من المجتمع إلا بمعالجة القوانين والعقبات التي تحد من تحقيق طموح هذه الشابات اليوم أنت تكلمت على ماذا يبحث عن الشباب نعتقد أن الشباب يبحث عن البطولة ويبحث عن الأمل في تحقيق الطموح فإذا إحنا سمحنا للشباب يعني أن ينجرفون وراء تجار الهوية الذين من مطامحهم السياسيه ان يسوقون هويه عنصريه او هويه طائفيه او هويه ذكوريه بحته تعزز جنس على جنس اخر احنا قاعد نقلص من فرص الشباب والشابات في تحقيق ذاتهم فاحنا اليوم لازم نرفض هذا النوع من الارهاب الفكري، نرفض هذا النوع من التعصب الذكوري الذي ليس من صالحنا لا اقتصاديا ولا سياسيا ولا في لغة المحبة اللي أنت تفضلت فيها فرع الثقاف هل فتيات الجيل الجديد ما زلنا أقل عرضة إلى الانحراف من الذكور أبناء جيل أم تحققت في هذا المجال المساواة بين الجنسين أه لا لا, أه لا يعني الانحراف أو التطرف أو الإرهاب لا يميز بين لا لا يميز لا يميز بين ذكر وانثى يعني بالعكس يمكن ارهاصات تصير على المراه اكبر لان المراه تعاني لكن هناك شيء من الوعي الانسان لما يعني المراه عندها قدره على ان هي تواجه هذا الشبح او هذا هذه التحديات بقدرة أكبر شوية من الذكور و وذلك بسبب أن الأنا عندها أو المرأة دائما تشعر بشعور بالذنب أن هي المخلص أن هي لما نرجع من أصلا أو أن هي سبب في كل, في كل هالكارثة اللي احنا فيها بسبب آدم وحواء حتى القصة الأسطورية تشير إلى أن المرأة هي السيئة هي التي قالت لآدم أنه يأخذ من الشجرة زين الصباح برأيك أنت هل الجيل الجديد من الإناث هن أقل انحراف من الذكور وهل في برامج وزارة الشباب تميزون بين أنثى وذكر؟ لا الحمد لله احنا كانثى وذكر ما نميز احنا نشوفهم الشباب كمن الجنسين هم اليوم متساويين اه متساوين وشركاء بالتنمية أه لما نتكلم عن وزارة الشباب اليوم احنا قاعد نتكلم ترى مو بس عن وزارة الشباب احنا لنا الشرف ان نعمل مع جميع مؤسسات الدولة الحكومية والمدنية والخاصة والاهم من هذا كله مع الشباب نفسهم كمجتمع شبابي فوزارة الشباب ما تعمل بروحها وزارة الشباب هي امتدادا للاعمال اللي قائمة عليها مؤسسات الدولة مثل لوياك وغيرها من المؤسسات اليوم احنا دورنا مساند لجميع من يرغب بتنميه هذا البلد ونحاول بقدر الامكان نوفر السبورت او الدعم المطلوب من اجل الوصول الى الاهداف المرجوه. نعود الى السؤال الاول هل بتشوفي انه اليوم الاناث هن اقل انحراف من الذكور؟ انا طبعا قاعده انحاش من هذا <applause> السؤال يعني <applause> بس يعني آه لا بالعكس انا ما اشوف ان اشوف ان كل الموضوع معني بالبيئه وطبيعه المراحل التاسيسيه اللي يمر فيها الذكر او الاناث ابتداء بالمنزل اطلقتم البرنامج الوطني الكويت تسمع، هل ابدى الشباب الكويتي الرغبه في التعبير، في الكلام، هل لبوا النداء؟ لبوا النداء وبحيوية وبطاقة يعني اليوم مثل ما تفضلت اختفار تم تأسيس وزارة مؤسسة كاملة بتوصية من المجتمع الشبابي كذلك تم تسليم 114 توصية من المجتمع الشبابي تعني بجميع الأمور والعقبات والتحديات التي يواجهونهم كمجتمع تم أيضا تسليمها لمكتب وزير الدولة شؤون الشباب وتكليفنا بمتابعة هذه التوصيات واليوم إحنا نقدر نقول إن يوميا لدينا فرق تذهب لجميع مؤسسات الدولة وتطالب بهذه المطالبات الشبابية نعم لذة العيش هي الصحة والشباب ولذة الشباب هي النجاح وفرص النجاح ولذة الناجحين أن يبقوا شباب استراحة ونعود بعد هذا الفاصل نعود لمتابعه هذه الندوه والتي هي تحت عنوان الشباب ثروه وثوره الفنون وسيله والتعليم ايضا وسيله، لكن المفارقه انه كلما تطور الزمن رغبنا في ان نعود ونتقوقع، رغبنا في ان نعود الى الوراء. كلنا نتذكر او نقرا عن الستينيات والسبعينيات، السيده السقاف قالت في القسم الاول من هذا اللقاء انه الكويتيين يرغبون في ان تعود الكويت إلى زمن السبعينيات صح أم لا؟ الانفتاح كلنا يتذكر أو يقرأ عن تحرر الشباب العربي أنذاك اليوم ننزلق إلى الأسفل اليوم نعيش عصر انحدار وانحطاط من يتحمل المسؤولية؟ دكتورة الشارخ يعني أنا ما أتفق معك أن الصورة مأساوية لهالدرجة نعتقد أن مع الضغوطات اللي قاعد نواجهها مع الجرم المشهود اللي قاعد يصير في دول عربيه كثيره اليوم في امل في امل وفي شاب شباب اليوم مبدع شباب متطلع شباب يطمح وفي حكومات تعي ان هذا الشباب ليس كالشباب السابق فهذه الروح النستالجيه واحنا نبي نرجع حق عصر قد يكون يوتوبي بعض بعض الشيء رومانسي, رومانسي بعض الشيء، لكن هذا عصر كان عصر يعني القوميه العربيه عصر التحرر من الاستعمار فكان في يعني هدف معين، هدف لاثبات الذات لكن اليوم ايضا كان عصر الافكار النيره، الافكار التقدميه، ذكرنا قبل شوي بالاستراحه، حكينا عن المسلسلات التركيه وقديش هي كانت مهمة للمجتمعات العربية لأن أعدت لها هذه النفحة من الرومانسية هذه النفحة من الحب اللي كلنا بحاجة لها وطبعا الحب يبارك كل شيء حتى في السياسة وحتى في العمل التطوعي وحتى في العمل الاجتماعي يعني الحب هذا ما مع القيود لما أنت تقيد التعبير تقيد حرية التفكير تقيد المساحة المسموحة للإبداع سواء في الاحتكار الاقتصادي او الاحتكار الثقافي ما اليوم الشباب ما قاعد ينطرون احد يسمح لهم هم قاعد يدخلون في هذه المساحه ويبدعون بروحهم الزين الصباح نقل عنك عشقك للالوان يلي بتساهم بشفاء النفوس والناس تفاؤلك بالرقم سبعة حيث أن الألوان سبعة والأيام سبعة نحن اليوم في العام 2016 16 يعني واحد وستة ستة زائد واحد يساوي <applause> سبعة هل أنت متفائلة إلى خواتيم سعيدة في نهاية هذا العام؟ أنا جدا متفائلة أه سبعة ترى على فكرة مو بس اللي ذكرته أخوي ريكاردو سبعة ألوان الغوص الألوان اللي بالغوص هم سبعة أساسا فاليوم إحنا نتكلم لما نتكلم عن التفاؤل إحنا اليوم كدولة الكويت واسمحوا لي إلا أرجع إلى وقت كان جدا أليم بتاريخ دولة الكويت وهو سبع تشر الاحتلال إحنا خذينا هالسبع تشر الاحتلال بوقت كان مفروض إن نحس بغم وهم ونحس بعدم وجود أي نوع من الأمل أظنتي أهل الكويت ولي الشرف اليوم أني أمثلهم أخواني وأخواتي معي اليوم بهالسبعة أشهر خذينا هذا التحدي وحولناه إلى إمكانيات وفرص فرصة للحب لفرصة للتحدي فرصة للمقاومة وفرصه لاعاده اللحمه الوطنيه هذه، فانا جدا اتفائل برقم سبعه وجدا اتفائل باني ادري ان شباب الكويت اليوم هم احفاد واجداد ابطال عاشوا بها السبعه اشهر واليوم هم امامهم معركه جديده وهي معركه تنمويه انا متاكده بقدر الله الواحد الاحد راح ان شاء الله ينتصرون. استاذه الثقاف نحن متهمون باننا نصدر الارهاب عبر شبابنا، هل تستطيع الموسيقى وترقيه الروح والجسد والعقل والعاطفه ان تعيد التوازن الى الشباب ونقل هؤلاء الى بر الامان؟ قطعيا نعم نعم بالمطلق بالمطلق هو سبب اندفاع او انجراف المنطقه ل أو لهذا العنف وهذا التطرف أن تم اختطافها من قبل التيارات الأصولية المتشددة وتم السيطرة عليها من قبل هذه التيارات التي منعت الفرح بكل أشكاله الموسيقى الفن التشكيلي الدراما المسرح كل أنواع الرقص الرقص الذي يحارب كلمة رقص تمنع كل هذه الفنون قنوات ضروريه جدا 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 للانسان، الكون نفسه في موسيقى، الكون حفيف الاشجار، صوت الموج، صوت في موسيقى، فكيف تمنعها؟ كيف لك ان تمنع شيء اساسي جزء من تكوين الكون كله؟ بحب اضيف شغلي واقول انه حتى باجاباتك في موسيقى حتى في إجابة شكرا <applause> عنود <عرض> الشارخ <applause> أنت أول امرأة كويتية تلقي محاضرة في الغرب عن ماهية العرب وجوهر الإسلام وسعيت إلى تبديل هذه الصورة النمطية السلبية المرتبطة بالعرب والخاطئة في الكثير من الأحيان ترى ماذا أجبت من يتهمنا نحن العرب بأننا نصدر الإرهاب يعني أولا إن إن إحنا يعني كعرب نصدر إرهاب يعني هذه فكرة أنا أعتقد فيها استخفاف لعقول الناس سواء في العالم العربي أو في العالم الغربي فيها أول شيء يعني نوع من التخلي عن مسؤولية مسؤولية الغرب في زراعة هذا الفكر الإرهابي أيضا لأن الإرهاب الذي يمارس في الغرب يمارس من مواطنين في الغرب هم ليسوا مواطنين عرب أتوا إلى الغرب إنما مواطنين غربيين لم تستطع الدول لإشراكهم في قضية المواطنة في الغرب اللي أنا أشوفه أن الإرهاب موجود وهو تعبير عن الغضب وتعبير عن يعني كون الشخص خارج نطاق السلطة وهو موجود في إسبانيا وكان موجود في أيرلندا وموجود في الهند قبل ما يكون موجود في العالم العربي يعني فإن إحنا نلوم العرب جميعا بحضاراتهم المتعددة وبدياناتهم المختلفة وبعقيداتهم المتنوعة لتصدير الإرهاب أنا لا أتفق مع هذه الفكرة إطلاقا زين الصباح يسخر الشباب العربي من النصائح وقد ملوا من الانتظار هذا الجيل هو جيل عصر السرعه، جيل يمل بسرعه. واليوم امامنا 75 مليون شاب عربي عاطل عن العمل من اصل 200 مليون في منطقه الشرق الاوسط. قد يكون من الصعب طمانه هؤلاء الى مستقبلهم لكن هل يمكن اقله طمانه الشباب الكويتي؟ طبعا يعني احنا اليوم لما نتكلم عن الشباب الكويتي ما راح نعزلهم عن عن اخوانهم واخواتهم بالعالم العربي، اليوم لما نتكلم عن طمانه الشباب الكويتي نتكلم عن طمانه الشباب العربي، لان اليوم احنا نعيش بعصر العولمه، فما يحصل بالكويت لازم يتموج الى الدول المجاوره. اليوم احنا ننظر لشباب الكويت كطاقة أساسية لخلق قطاع جديد يسمى بالقطاع الثالث ليس قطاع خاص ولا معتمد على الحكومة قطاع ثالث يوفر جميع الخدمات ويملي جميع الفجوات اللي موجودة اليوم ويحول التحديات إلى فرص اليوم إحنا ننظر لخلق هذه البيئة الحيوية التنافسية التنموية بأيدي وكوادر شبابية نبي ريادة الفكر نبي مبادره بالطرح نبي اشراكهم في تنويع مصادر الدخل لبلدهم فاليوم ننظر للشباب هم كشركاء مو بس اساسيين بل قياديين لمرحله التاسيس الجديد ان شاء الله عمودة الشارخ تقولين انا صاحبه نظريه الغضب الناعم ترى هل يفترض ان تمسك النساء بملف الشباب كي تستقيم المسائل وكي تنوجد الحلول وهل غضب النساء هو أشد ضراوة من غضب الرجال وقدرة النساء على الحل هي أهم من قدرة الرجال إذا هن قررنا ذلك يعني انا ما راح ادخل في من من الافضل ومن هو يعني يستطيع ان يخلق التغيير لان انا اعتقد ان الجميع امام هذه المسؤوليه لكن الغضب الناعم انا اعتقد يطبق على المراه والرجل المراه قد تضطر الى التعبير الناعم لكن انا شايفه ان الاعتراض لا يكون فقط في النزول الى الشارع والتكسير والهجوم العنيف قد يكون ذكوري لكن ممكن الاعتراض يكون عن طريق الفن، عن طريق الموسيقى، عن طريق التحاور، عن طريق الـ الـ الرفض الـ الرفض للـ 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 للواقع الموجود ورفض السلبيه، والله اذا انا ما لقيت فرصه في الحكومه او في القطاع الخاص انا احاول اخلق مكان جديد، يعني احنا اليوم عندنا حمله لتغيير القوانين العنيفه. ما دخلنا في صدام مع الحكومة اتجهنا إلى الفن اتجهنا إلى الموسيقى اتجهنا إلى التوعية بالغضب الناعم وهو غضب شديد لوجود هذه القوانين بس نقدر نوصل الرسالة بدون لا ندخل في معركة مع المجتمع لأن نحن جزء منه فريع الثقاف لبينا في الأمس دعوتك ودعوة أسرة لوياك إلى حفل طبعا حضروا حشد من الشخصيات الكويتيه ومجموعه كبيره من الشباب ومن المجتمع المدني الكويتي. انتن مجموعه نساء اطلقتن لوياك ولاحظنا البارحه عند استقبالكم للمعازيم وجدنا انه ما كان في رجال ضمن هذه المجموعه. لماذا؟ لماذا هذا التمييز؟ <applause> وهل رفض الرجال او رفضوا الذكور ان ينضموا إلى لجنة لوياك إلى مؤسسة لوياك هل الرجال في الكويت لا يؤمنون بنظرياتكن في حل المشاكل التي تعترض مسيرة الشباب العربي والكويتي بشكل خاص؟ لا هو يمكن الآن تغير الوضع يمكن الآن يتجه بعض الرجال إلى هالموضوع بس في 2002 الـ النظر الـ الـ البارادايم او الصوره النمطيه للعمل التطوعي كانت مرتبطه بالنساء المراه تشعر بان هي عندها مسؤوليه وفي نفس الوقت عندها او الامتياز بان هي تكرس جزء من وقتها للعمل الخيري او تخليه للعمل الخيري او التطوعي والسبب ان هي عاده لا تكون معنيه بتوفير لقمه العيش للاسره يعني مسؤوليه الصرف على الاسره عاده تكون مرتبطه بالرجل فالصوره النمطيه القديمه بان المراه هي اللي راح تروح وتشتغل في المجتمع المدني لذلك في لوياك احنا حاولنا نغير هالمفاهيم ونزرع مفهوم ان العمل التطوعي مسؤوليه الجميع ابتداء من الاطفال حتى الان حتى عندنا اطفال فئه عمريه اطفال ناخذهم نشرح لهم شنو ماهيه العمل التطوعي بان يروحوا يزوروا الاطفال المرضى في المستشفيات وغيرها فهذا يحتاج تكريس جزء من وقتك بدون مقابل لان لوياك هي صحيح هي مؤسسه مجتمع مدني ومجلس الاداره لا يتقاضى شيء بالعكس يصرف من جيبه ويتطوع بتقريبا شبه يومي ماخذ فول تايم وسبب نجاحه هو هالموضوع ان في عندك سبع نساء يشتغلون بدون مقابل فما كان في عبء مادي او تكلفه على المؤسسه في بدايتها فانطلقت المؤسسه بدون اعباء ماديه تذكر. عنود الشارخ منطقتنا العربيه لا تزال الادنى عالميا على مستوى المشاركه مشاركه النساء في القوه العامله هل تعيدين الشابات بانقلاب مفاجئ وايجابي في المعادله في السنوات القادمه؟ ان شاء الله بس انا حبيت كلمه الانقلاب المفاجئ اليوم العالم كله يتكلم عن exponential change هو التغيير المفاجئ يعني المجتمعات العربية دائما تنصح النساء بالتروي وشوي شوي حتى يتقبل المجتمع لكن اليوم العالم قاعد يتغير بسرعة فالتغيير راح يكون مثل ما تفضلت مفاجئ ثلاثين امرأة دخلت مجلس الشورى السعودي فجأة يعني ما 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 قعدنا نستنى المجتمع اللي يتقبل الفكرة لأن اللي راح ينطر المجتمع هو يسبب التغيير راح ينطر وايد فانا اتوقع ان اليوم حتى في مجال العمل اليوم احنا ننطر ان الحكومه تنفذ وقتها ويصير في قاضيه كويتيه عندنا 22 خريجه ناطرينهم يصيرون قاضيات فالتغيير قادم ومشاركه المراه الحقيقيه والفعاله في المناصب القياديه اكيد قادم احنا ما نقدر نكون مختلفين عن باقي العالم في عجله التطور زين الصباح كم نسبه الشابات العاملات في الوزاره 62% <applause> ما شاء الله يعني عدد <applause> عددهم احنا الشباب اللي بالوزاره يطالبون بتمكين الشاب وليس تمكين المراه نعم نعم آه ننظر للشابات اللي نعمل معاهم ولنا الشرف ان نعمل معاهم سواء كانوا موظفات او اشرافيين عندنا بالوزاره كمصدر الهام يومي بالنسبه لنا يعني هم اللي يصبرون هم اللي آه اللي فيهم روح التحدي غريبه يعني اني اقول هذا الشيء لكن روح التحدي عندهم جدا عاليه، آه هم اللي آه بقدر الامكان فيهم نوع من الـ الـ ربما روح الامومه آه تجاه المجتمع الشبابي فيرعون الشباب اللي احنا آه نعمل معهم يوميا آه ويعيشونهم آه في بيئه آه حاضنه آه وكامنه. <applause> نحن هون يمكن اغلبيه الموجودين أني من الذكور ننحني امام ما قلتي هاتس اوف ومنزقفلك ها <applause> النجاح نصيب من يعملون بجراه ومن اكثر من الشباب والشابات يجرؤون فاصل ونواصل بعد هذا البريك نعود إلى الثروات التي تفجر الثورات لكن طبعا الثورات الإيجابية وهن الشباب هذه الندوة إلى أن يعني نحكي عن عن الشباب العربي عن الهواجس والمشاكل والتحديات وطبعا الواقع اللي عم نعيشه ونحن كلنا شاهدين عليه دكتور عمود الشارخ نريد جواب جريء من امرأة جريئة هل نعتبر نحن أولاد هذا الشرق شريحة الشباب العربي التي تزداد وتزيد عددا كما الفطر نعمة أم نقمة لا أكيد نعمة نعمة لازم نحافظ عليها عشان ما تروح كل مواهبنا خارج بلادنا هل تخشون من انفجار ديموغرافي؟ هو موجود اليوم الانفجار الديموغرافي هو اللي احنا نخشى ان احنا ما نعرف نوظفه بطريقه يعني بطريقه ايجابيه نخاف انه هو يعني يستغل ويستغل لسبل لا تخدم البلاد بس هو واقع موجود اليوم اظهرت الاحصاءات الصادره عن وزاره الداخليه الكويتيه في العام 2014 عن تزايد في عدد الشباب مرتكبي الجرائم شيخ زين الصباح كيف علي على هذا الموضوع؟ اعلى على هذا الموضوع بطريقه جدا عامه بان يجب علينا ان نبعد عن نظريه رده الفعل لهذه الامور وننظر الان بطريقه شموليه مقاربات تنمويه تمكينيه تركز على موضوع التنميه وموضوع المشاريع خلق مشاريع حقيقية بحيث أن توفر البديل لهذا الشباب يعني هالشباب قاعد يلجأ إلى هذه الأمور لأنه لا يجد بديل فاليوم إيجاد هذه المساحات الإبداعية الجمالية أه حتما راح تشوفون ان شاء الله اليوم الشباب يتوجه الى هذه المساحات الجماليه والابداعيه لانكم راح تشركونها ان شاء الله بخلق هذه المساحات ثم هم راح يستنكرون اي شيء يخرج عن هذا النطاق وهذه حتى بالامور اللي تخص التطرف والعزال الفكري يعني اليوم احنا دائما نقول ان الشباب اذا اشركتوهم وفرتو لهم البديل الحقيقي الابداعي الجمالي هم بنفسهم راح ينكرون اي شيء غير جميل وراح وغير منسجم مع خلينا نقول بيئتنا الانسانيه وديننا او ادياننا السماويه لكن يبدو الى انه ترويض السلوك العدوائي مهمه صعبه وغير سهله، هل بتفقيني الراي فريع السقف هي ليست سهله صحيح ولكن في يعني مطلوب من جميع الاطراف التعاون لحل مشاكل كثيره يعني مطلوب من الحكومه وبالذات التركيز على مناهج وزاره التربيه تغيير جذري في المناهج وفي طريقة التعاطي مع المدارس أو ما تخلق هذه المدارس المناهج اللي تدرسها المدرسين في نفس الوقت أيضا الحكومة عليها أن تكون شجاعة في مواجهة التيار أو المد الأصولي الذي اختطف البلاد أكثر من عشرين سنة والآن جاء دور الحكومة أن تقول أن هذه النتائج أين وصلتنا لا يجب أن تتمسك بما تعتقده بأنه صائب ولا تستسلم وتقدم تنازلات لهذاك الطرف أه اليوم الشاب محتاج مثل ما تفضلت زين الصباح محتاج لمساحة كبيرة يتحرك فيها سواء كانت لمخاطبة احتياجات الذهنية أو الاحتياجات العاطفية احتياجات الروحانية احتياجات الجسدية لم تكن متوفرة لفترة كبيرة في الكويت كانت أصلا ممنوعة يعني كان ممنوع ممنوعة حتى في المدارس في فترة من الفترات مثلا النشاط المدرسي منع فترة طويلة فإحنا لما أسسنا لوياك كانت هذه في رؤيتنا إعادة ما حرم منه الطالب او الشاب انت لما تحرمه من كل هذا اكيد راح يتطرف واكيد يتجه للاجرام ويتجه لل لكن لما تعطيه هذه المساحه ولما تشوف وين حقوقه ايضا هناك حقوق لبعض القاطنين على وجه الارض لما تقول لي نسبه الجرائم لا ادري هل هم كويتيين او هم بدون او هم فلازم نبحث في هذه نبحث شنو الاسباب؟ ليش نسبه الجريمه مرتفعه؟ ماذا عن الاحصاءات؟ يعني ماذا تدل الاحصاءات التي قامت بها وزاره الداخليه مثلا عن هذه الجرائم؟ من ارتكب هذه الجرائم؟ هل هم كويتيون؟ هل هم اشخاص من الخارج؟ زين الصباح هل عندك اجوبه؟ اليوم عندي بيئه حاضنه لجميع المواطنين والمقيمين. اليوم احنا ننظر للكويت كمنظور متكامل تنموي. اليوم الـ الـ الوافد هو ولد الكويت اليوم هو المقيم هو ولد الكويت هو قاعد يحتك بشباب الكويت فاليوم ما نقدر نفرق بين الوافدين بوجهه نظري والمقيم او عفوا المواطن والمقيم اليوم احنا انا اوافق اختي فارع اللي تفضلت فيه المداخلات التنمويه هي مداخلات فكريه هي جسديه هي عاطفيه هي مهنيه هي بروجيكيه هي دنمية. كل الامور هذه المداخلات لازم نعيها كذلك لازم ننظر مثل ما تفضلت على موضوع التعليم والمناهج ودور المدارس التحدي تحدي دولة بجميع مكوناتها والمسؤولية مشتركة أه السلام أمل والشباب أمل والنجاح والإبداع والتمكن أمال عنود الشارخ هل يحبط فيك التهديد المتنامي للسلام من قبل الأصوليات هذه الأمال؟ طبعا يعني انا يقلقني هذا الحديث ان احنا مع شفنا اليوم مثل ما تفضلت فارعة وتفضلت زين شفنا اليوم يعني النتائج لهذا الفكر وهذا التهور في تشجيع الشباب على يعني على, على العمل التخريبي العمل الارهابي اللي يعني ما في اي نوع من انواع البطوله ويسوق كأنه بطل وكأنه راح يكون له يعني عوائد جميله على الشخص، فأنا أعتقد ان احنا مسؤولين أمام المجتمع وأمام شباب المستقبل وأمام الله أن نقف ونردع هذا النوع من الترويج سواء في المناهج أو في يعني المؤسسات المدنيه والحكوميه والدينيه إلى آخره، واللي أهم من هذا طبعًا ان احنا نقدر نرسم للشباب. طريق الى النجاح، انت قلت النجاح، النجاح لما الواحد يكون مشغول في نجاح اقتصادي او نجاح مهني او نجاح ابداعي ما عنده وقت حق التطرف، يكون متطلع الى مستقبل جميل، لما يكون المستقبل مظلم امامه اذا حياته ما قيمه، اذا هو يتجه الى انهاء هذه الحياه في شيء يعتقد انه هو بطولي، هذا اللي احنا لازم نلتفت له، اذا وجدت الشفافيه والمصداقيه ومحاربه الفساد ومساءله المسؤولين وجدت الثقة إذا الشباب يتجدد عندهم الأمل يعني إحنا مو عايشين بيأس بس بإحباط فعلا بإحباط بس المسؤولية علينا وعلى الشباب وعلى الحكومات زين الصباح ملفات عديدة مكدسة في وزارة الشباب الكويتي طبعا تنوون إنجازة ما هو الملف الأول الذي يمثل التحدي الأبرز بالنسبة لكم ملف المسح الوطني وإعداد السياسة الوطنية الشبابية لأول مرة بتاريخ الكويت قائمين الآن على مسح وطني متكامل نستقطب فيه آراء الشباب وندرسها وكذلك نرى ونجمع جميع الأمور التشريعية القوانين التي تمس المجتمع الشباب اليوم وتحتاج للتطوير أو إعادة النظر أو في قوانين جديدة المفروض نعدها اليوم لتواكب احتياجات الشباب قاعد نشوف الخدمات اللي متوفره للشباب اليوم او اللي نحتاج نوفرها مستقبلا قاعد نشوف الموازنات اللي قاعد تصرف على الشباب سنويا اليوم ما في احد ما يبي يدعم الشباب لكن للاسف الشديد ان الكل قاعد يشتغل بروحه مقوقع في زاويته فاليوم شلون نقدر ان نش يعني نشبك الامور هذه كلها وفق سياسه متكامله شبابية مبنية على منظور المراحل العمرية مثلا الشاب إحنا اليوم بالكويت نرى أن الشاب هو السن الأربعة ما دون السن الأربعة وثلاثين سنة فاليوم لازم نشوف الشاب من الصفر إلى خمس يعني وهو تو بادي بطن أمه لخمس منو منو اليوم الشركاء شركاء النجاح لهذا الطفل من مراحل النشء الى الشاب ان شاء الله. آه فاليوم ان الاشراك المجتمع المدني والخاص والحكومي والشباب انفسهم والاهل بالبيت والامور هذه كلهم شركاء بالنسبه لنا ولازم نطبق هذه السياسه بأق... اول شيء لازم نعدها قبل أن نطبقها فهذا التحدي الكبير. اعداد آه هذه السياسه بشراكه مجتمعيه متكامله وهذه السياسه لازم تكون متوافقه مع نهجنا الوطني اليوم احنا فخورين جدا ان احنا عايشين اليوم دوله الكويت عندنا عهد اجتماعي قمنا بتوقيعه مع جميع مكونات مجتمعنا ممثل بدستورنا اليوم وبرلماننا ومكوناتنا المجتمعيه فاليوم كيف نحافظ على هذا النسيج المجتمعي ما بين اهل البحر والبر ومن ثم نطبق هذه السياسه لضمان تنميه الشباب وازدهار الكويت ككل. فريع الثقاف كتبتي على صفحه التواصل الاجتماعي الخاصه فيك وغردتي على تويتر قائله وقودي هو الحب لمن حولي وشغفي بكل ما اقوم به والشغف طبعا بيشحن الانسان وبيعطيه طاقه وبيدفعه الى الانجاز على الرغم من كل التحديات والعقبات الليله الاف الشباب العربي ممن يفترض ان يكونوا مجروفين وان يعيشوا نفس الشغف الشغف بالانجاز عم بيتابعوك شو بتقولي لهم بقول لهم انه الشغف طبعا هو محرك رئيسي للانسان والشغف هو عباره عن ترجمه لعشقك للحياه وهذا فشو الشغف الشغف هو حب لكل ما حولك وهذا هاي شغله رئيسيه ولكن ايضا هناك التزام الشغف وحده لا يكفي الالتزام بخطوات الرؤيه والرؤيه في كثير من الشباب مليئين بالشغف ولكن الالتزام لا يوصلهم يعني مفقود وبالتالي ما يصل للنتيجه التي يريدها فاقول للشباب بان شغفك مطلوب ولكن الرؤيه ايضا مطلوبه تكون واضحه بالاضافه لذلك الالتزام بخطوات الطريق. انتم مشغوفات ملتزمات وطبعا صاحبات رؤيه والقيمين على شؤون الشباب يتحلون عموما وفي الاجمال بالكثير من التفاؤل الايجابي من اجل الوصول الى ترجمه الطموحات والى بلوغ الامال بحب اسال كل وحده منكم هل المستقبل مستقبل عالمنا العربي ومستقبل شبابنا العربي مشرق؟ ببدا معك شيخ زين. نعم لان الشباب العربي دائما ينظر للمبادئه قبل المبادره فنعم مشرق. في الثقاف انا والله دائما متفائله بعدين عمليه مشرق او اشوفها دائما كل يوم. بغض النظر عما يحدث لان عمليه التطور يصير فيها دائما مخاض والم وبالنهايه يحصل الاجمل فوراء كل غيم شروق شمس انود اشارك هذا النفق المظلم يلي حكينا عنه ويلي عم نعيشه وعلى هذه الخيبات يلي عم نواجهها كل يوم هل بتشوفي من بعدها هنالك شمس رح ترجع تشرق هنالك مستقبل جميل مشع لابنائنا؟ اكيد احنا اليوم قاعد نمر في لحظه محزنه ومؤسفه جدا، لكن احنا لازم نؤمن ان ترجع تتعمر ان شاء الله. ترجع تتعمر بهالشباب بهالامل بهالايمان بالرؤيه، نرجع لاحترام نفسنا واحترام الاخر، نرجع حق كفاءاتنا، يعني كفاءاتنا وين بتروح؟ مردها للعالم العربي ان شاء الله. دكتور عمود الشارق استاذه فارع السقاف وشيخ زين الصباح بتشكركم أصدقائي المشاهدين بتشكركم على حسن المتابعة على وفائكم لهذا البرنامج بتشكر فريق العمل على تنفيذ هذه الحلقة وعلى رأس هذا الفريق نوال نصر لينا إيجافيون وفادي النشمي المستقبل هدف الشباب مستقبل فلنهتم بالمستقبل مشاهدينا لأننا سنقضي ما تبقى من العمر فيه الى اللقاء